ضيفنا اليوم كل واحد يدق في بابنا ضيف عزيز، والضيف تاع اليوم الصوت نتاعو والضحكة نتاعو دوك الرات. أنا متشوقة باش نعرف شكون. عمره طويلة يا بنتي. ريحة رمضان راهي تعبق في دار ماما باهية. دوك تفهم بوكو تشوز كي تشوف ماما باهية طيب لك، احتوج لك بزاف حاجات. واو. مرحبا بك. مرحبا وليدي. مدام ربي يحفظك، الله يعطيك الصحة على الاستضافة الطيبة والرائعة، ولي الشرف الكبير والعظيم أني نكون معاك. الله يسلمك. ونشكر قناة 4 كيدز على الاستضافة الطيبة، وعلى بالي بلي راح نجوز وقت بزاف بزاف شباب، ما قريتو راني جيعان.